السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات الواحد بيجيله شوية فيديو الصوت بتاعها واطي جدا، ازاي اعلي الصوت دوت؟ عن طريق فايل امبورت انتو كولكشنز، واختار شريط الفيديو اللي انا عايز اعلي الصوت بتاعه امبورت، تمام. وبعد كده بدخله هنا فايل بالشريط اللي تحت دراج اند دروب، بسحبه واحطه، تمام. وبعد كده بدوس على العلامة ديت بحيث ان انا اقدر اتحكم في الاوديو الصوت منفصل عن الفيديو. باجي على الصوت كليك يمين فوليوم، بيكون في عادة في النص، اروح مخليه اعلى حاجة. اوكي، دلوقتي سيف المشروع، فايل سيف موفي فايل نيكست، بيقول لي انت عايز تظبط باحسن جودة ولا اوطى جودة ولا، بسيب الاختيارات الافتراضية زي ما هي، نيكست. خلاص البرنامج كده بيسجل، الشريط ده بيسجل في المكان اللي انا عايزه بالجودة الانسب جودة ليه، وصوت بيبقى اعلى بكتير من الصوت اللي هو موجود دلوقتي. بس في العادة جودة بتاعت الصورة بتقل شوية ومساحة الفيديو بتقل شوية. جزاكم الله خيرا.